على شواطئ النهر الهادية يلاحق طير البلشون الأبيض بأنات فريسته. المياه شيء ثابت في هذه الغابة القديمة، ومع الماء تأتي الحيوانات التي تعيش فيها، فالأسماك والبرمائيات بوفرة كبيرة، حيث سجل وجود أكثر من 400 صنف من الأسماك و100 نوع من البرمائيات هنا، وهو رقم قياسي. يبدو أن طير البلشون يدرك أنه يعيش في نظام بيئي يتميز بوفرة كبيرة، وأن ليس عليه سوى الانتظار. عاجلاً أم آجلاً سيحين الوقت للانقضاض بحربته الفتاكة في مقدمة منقاره، وسيصطاد إحدى المخلوقات التي يشاركها العيش في هذه الجزيرة السخية. إنه صياد مميت، ولكنه ليس نهماً إطلاقاً، وهو مقتنع دائماً بلقيمات صغيرة. ترتبط دورات التكاثر في هذه الغابات القديمة ارتباطاً وثيقاً بتيارات البحار البعيدة. تجمع عصافير التيمر الرحيق والبذور بمناقيرها الحادة المعقوفة. وتبحث الببغاوات عن البذور الطازجة، وجميع هذا يعتمد على تيارات المحيط الاستوائي المعروفة باسم النينيو وظاهرة الطقس المرتبطة به. في كل 4 أعوام يتسبب بفترة جفاف عندما يتزامن إزهار نحو 90% من أصناف الأشجار، ويبدو أن الدورة التناسلية لقردة الأورانغوتان والحيوانات الأخرى مرتبطة بهذه السنوات الخصيبة، ففي هذه الأوقات تشتد نزوة الإناث للتزاوج، وبعد بضعة أشهر فقط تلد صغارها. لم تكن الليلة الماضية سهلة على صغير قرد الأورانغوتان هذا، لكن أمه هناك للعناية به. إن أمهات الأورانغوتان هي المسؤولة عن تعليم صغارها كل شيء عن هذا العالم المذهل. لسبع سنوات وبصبر يبدو غير متناهٍ، ستظل تساعد صغارها على معرفة كل شيء عن أسرار الأدغال وعن كيفية التنقل بأمان بين أعلى الأغصان. قردة الأورانغوتان تعرف موطنها في الأدغال حق المعرفة، فهي تعرف أين تجد أكثر من 300 صنف من الفواكه والخضروات التي تتغذى عليها، وهي ملمة كذلك باستخدامات آلاف الأنواع من النباتات التي تشمل المبيد للحشرات أو الملين للأمعاء أو المضاد للالتهابات. كما يتعلم الصغار التمييز بين الصالح للأكل من الجيران وذلك الذي يجب الفرار منه. من بين هذا الصنف الأخير كائنات فضولية ناعمة لزجة. الحلزون العملاق والديدان اللزجة متعددة الألوان والعلقيات المزعجة التي يخشاها الجميع والتي قد تلتصق بالجلد في أي وقت لتسرق قطرات ثمينة من الماء. تشارك قردة الأورانغوتان الأدغال مع أغرب اللافقاريات وبقية الجيران المتعددة،
ويرتبط الجميع بروابط غامضة وغير مرئية. الكومة الصغيرة من فضلات الأورانغوتان هي كنز ثمين يساعد على نشر وإنبات الكثير من بذور الأشجار التي تحتاج إليها الحياة البرية في جزيرة بورنيو، كطيور أبي قرن غريبة الشكل بمناقيرها الكبيرة هذه والتي تعتمد على تلك الثمار للعيش. تعتبر أدغال بورنيو إحدى أكثر موائل الغابات بدائية وأقلها شهرة على كوكب الأرض. حتى قبل بضعة عقود ظلت بفضل عزلتها وعمرها إحدى أعظم كنوز التنوع البيولوجي البكري في العالم. وحتى اليوم وعلى الرغم من الوتيرة المذهلة لتدميرها، فإنها لا تزال تحتفظ بثراء يصعب فهمه. في غابات أجدادها لا تزال أجيال جديدة من قردة الأورانغوتان الذكية والفضولية ودبابة العسل الخجولة وطيور أبي قرن المولعة بالتباهي تصنع منازلها هنا. عشرات الأصناف الفريدة من الطيور وآلاف الأشجار والأزهار وملايين المخلوقات التي لم تكتشف بعد اتخذت هذه الأدغال ملاذاً لها، ولا تزال الألغاز والمفاجآت مخبأة وسط ضباب ورطوبة هذه الأدغال الوفيرة الغامضة.